الله الخيال الايه؟ يعني انت بتتفرج على ار تي ولا اسمه ايه اللي هو حط ايده في ايده؟ انا شفت هذا زمن من زمان كنت صغيرا. اسمه ايه؟ جغرافيا اسمه ايه؟ كله بقى هيتورع دلوقتي كانه مش عارفه. الله العظيم اي تي او اسمه حاجه زي كده. هو ده الخيال العلمي؟ هو عامه انا المساله ترجع للتمثيل. انا دين الله المعاصرون اختلفوا في التمثيل على قولين. قول الاول ان هذه بدعه نصرانيه وبدعه غربيه فلا يجوز التمثل بها وقالوا بحرام. انا دين الله بانها ليست بحرام. ان التمثيل اصلا ليس بحرام. انا دين الله بذلك. بل عندنا ادله. جبريل تمثل للنبي صلى الله عليه وسلم بصوره دحيه الكلبي. فالاصل فيها انا لا ارى الحرمه لكن لها ضوابط. طبعا اصلا كل التمثيل والخيال او الخياله هم يقولون على السينما اللي هي الخياله. كل الخياله دلوقتي الخياله بيروحوها ليه؟ الخياله بيروحوا للخياله ليه؟ كله بقى عامل فيها المفكر الاسلامي وبيبص لي بعين. بيروحوا السينما ليه يا حبايبي؟ بقى عشان المني جيب فقط. ما فيش اي فيلم ممكن ياتي ويجذب قلب احد الا انه يكون ايه؟ في طبعا الخيال الناعم. ده مش خيال بقى الخيال العلمي، ده الخيال الناعم. فكل ذلك حرام. التبرج حرام، الزنا حرام، والا فالتقبيل حرام والضم حرام. بقى هتقول بقى كالعبيطه اللي هي قالت نعم ما فيش اي حاجه. ده هو زايد فلاني اغتصب الرقاصه الفلانيه مش الفنانه الفلانيه. لما بس مين؟ بس الرقاصه ما بس الفنانه. فجامز يعني الشيطان يستحي من هذا التلبيس. يعني هي طب وهي الشفايف شفايف مين؟ الجسد جسد مين؟ ما يعني خلاص لازم تستعبطونا لهذه الدرجه في هكذا؟ لا 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 دي الرقاصه الفلانيه. وهو قد سئلت امرأة فنانة يعني انت ده انت كبر سنك تجعلي الفنان الفلاني يقبلك؟ قال ما تعرفش الفنان تخلي فلان الفلاني يقبلك؟ قالت اخطأت. لما تتكلم تقول الممثل الفلاني هو اللي قبل الممثلة الفلانية. يعني كمان التقبيل ايه؟ تمثيل. وانت سمع الطرقعة هتموت دماغك فيها وتقول لك تمثيل. هذا زنا، هذا حقا زنا، هذه مباشرة البشرة، البشرة زنا. فالغرض المقصود بأن هذا حرام، هذا الحرام. لكن أصل التمثيل في الوقائع التاريخية أو الأمور التي توضح للناس أمورا خفية عليهم كما فعل الحسن الحسيني في مسألة إيه؟ الوضوء. فهذا يجوز، ليس فيه أنا أدين الله بذلك. يعني هو أصله حلال. فلو كان خيال العلم اللي بتتكلم عنه ده بيتكلم عن نجوم والقمر وشفت واحد طلع بسيارة للقمر خلاص أنت هذه أنا حتى لا أقول لك حرام في هذا الباب. لكن إن كان فيه شيء من المنكرات فهذا الذي يحرم من أجل المنكر لا أنه يحرم من أصله. أما علماء الحجاز يرونه حراما، وليس كل علماء الحجاز، هذه فتوى شيخ ابن عثيمين أيضا. علماء الحجاز يعني منهم الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه بيرى أن هذه بدعة نصرانية ولا تجوز محل من الأحوال. الشيخ الفوزان بيحرم كله ما لي شيء، ولكن من باب حسم المادة وسد الذريعة. قلتم أنتم الخيالة لها هدف وهو يعني رفعت اخلاقيات الناس عندما يروا. يعني انت طبعا اذا رايت رجلا كريما جوادا تتاثر. الانسان مؤثر هكذا الانسان، الانسان جبله مؤثر متاثر. فان وجدت احد تاتسي به فتاتسي به. فطبعا ما وجدوا بقى الائتساء الا برفع الايه؟ الفستان. هذا فقط الائتساء بهذا. فهو يحرم هذا الباب. لكن لو كانت وقائع تاريخيه او غير ذلك فهذا انا لا ارى فيه شيئا. قنوات ايه؟ خلاص بقى ما انا بقول كل هذا. انا ما احرم هذا الباب. انا قلت ما ادين الله به امامكم الان.